ادي المدغش الملجاشي بقى، ما نقولش مدغشقري، هي مدغشقر انما كانت اسمها ملجاش، فعشان كده بنقول ملجاشي اللي هو من مدغشقر. ضربه ركنيه لمصلحه فريق الجونه، مازن ياسر يلعبها على الايمن القريب، خطيره وتطلع ولسه فيها خطوره وجوه جول، جوه جول يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا سيف شيكا، سيف شيكا يحط كوره جميله جميله، التعادل 1-1. المباراه فضلنا ساكتين كده 73 دقيقه، فجاه هدفين، يا 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 سيف شيكا يجيب هدف التعادل، جول جميل جميل في وسط الزحمه كده، ويعني احمد عبد الرؤوف طبعا بينعي حظه على انه كان عايز، ادي سيف شيكا جيب هدف التعادل في الدقيقه 80، ادي الكوره اهي ارتدت من الدفاعات وتسديده تاني وهي تطلع عرضيه، وادي سيف شيكا حط كوره على طول قويه في الدقيقه 80 عشان يسجل هدف التعادل فريق الجونه. نعود الى نقطه البدايه، برضو اعتقد غيرت اتجاهها، يا غيرت اتجاهها بهشام حافظ، انما هو سيف شيكا 22 سنه، سيف شيكا